السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم الموجز الرياضية أعفى الاتحاد البحريني لكرة القدم مدرب المنتخب الأول سيرجيو باتيستا والجهاز الفني المعاون له حيث توصل الطرفان لاتفاق نهائي بإنهاء الترابط بينهما إذ سيغادر المدرب الأرجنتيني مملكة البحرين خلال الأيام القادمة ولم يصدر اتحاد الكرة أي بيان حول اجتماعه مع باتيستا الذي تولى تدريب المنتخب الأول خلال شهر مايو من العام الماضي آسيويا يحل بطل دوري الدرجة الأولى لكرة القدم فريق الحد ضيفا على فريق التين أسير التركمانية في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة من دوري المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث يحتاج فريق الحد إلى تحقيق الفوز مع خسارة الوحدات الأردني أمام العهد اللبناني حتى يتأهل للدوري القادم.